فير بلاي. رجعنا من جديد في فير بلاي، نحكي على اللاعب التراجي الرياضي التونسي، ونقول اللاعب السابق زي ما نعرفوش حاسيلو، اللاعب انتهى عقده يوم 30 جوان، ما نعرفوش باش يكمل مع الترجي ولا لا. على كل نحكي على طه ياسين الخنيسي، لجنه الاستئناف في الاتحاد الافريقي لكره القدم قلصت عقوبه اللاعب بايقاف عن النشاط من عام حتى لسته اشهر. معنا محامي اللاعب الاستاذ علي عباس باش ناخذ عنده اكثر تفاصيل حول الموضوع هذا. سي علي اهلا بك. مرحبا سلام، مرحبا كل المستمعين الافاضل. شنو احوالك؟ شنو الامور؟ الحمد لله نصر على حالك. الحمد لله. باهي سيدي علي، اليوم ظهر اللي سمعنا بخبر نتاع، كنت شفت على صفحتك في فيسبوك اخبار تقييس العقوبه. خلينا نعرفوا الساعه من الاول الساعه، لو كان تسمح نحكيو شوي على العقوبه كيف جات الساعه العام. انت ما حبيت حتى اتصلنا قبل، ما حبيتش تحكي، قلت حتى يتلم الملف. اليوم ظهر اللي تم تطويه القضيه. خلينا نحكيو شوي على الحيثيات نتاع من الاول، كيفاش تمت الحكم عليه بعام. بون الاول ما حضر حتى حد معاه، راه معناها ما فما حتى محامي حضر مع ياسين الحقيقه، فهمتني؟ و بون باش نرجع لك التفاصيل هذيك كيما قلت لك ياسين، نرجع لك بهم مره ونفسك انت به الحديث، لكن الانسان الدريسي نتاع التاس قبل ثلاث سنين بعد يولي الحكم به ويرفع علي وجه التحفظ. لكن تعامل مع الملف الحقيقه في البدايه ما كانش تعامل به، وضيع تقريب فرصه انه اذا كان حاضر معاه محامي في الطور الابتدائي كان ممكن العقوبه تكون اقل، وحتى التقليص تاع العقوبه هذه يكون اسهل، مش اقل لكن نقول انا اسهل. والحقيقه صعب علينا التطور الابتدائي ذاك اللي تعدى قدام لجنه التاديب واللاعب ما دفعش على روحه كوم الفو، الحقيقه صعب علينا برشا الموقف الفاز نتاع الاستئناف هذه، لكن الحمد لله ربي انه في الاخر النتيجه نعتبر انه كانت ايجابيه جدا. علاش حضر وحده في الابتدائي سي علي؟ والله ما نعرفش، هو حضر ممكن اول حاجه الساعه لاعب حضر تقريبا ماشي في باله انه جلسه صغيره خفيفه نتاع باش يفهموا منه باش يسمعوا منه الموضوع. لاعب كره قدم في الاخر اسلام، راه معناها مش لاعب اللي باش يكون عنده معلومات على الامور القانونيه والاجراءات. اكيد. بون شو نقول لك انا، ما حضر واحد ياسين لايتي ان بو مال كونسي في الوقت هذاك. حضر واحد وقت اللي هو الموضوع كان حقيقه يفترض انه يتاخذ بمنحى قانوني اخر. دونك حضر اللي تي بيان اسيستي سور بلان سيانتيفيك. معناها فما دي ميدسان كانوا حاضرين معاه الحقيقه، فهمت؟ لكن سور بلان جوريديك وليغال هو مهم برشا العنصر هذايا، لكن يمكن انت واقف قدام لجنه تاديب راه نتاع الكاف الا في وسط، راه ماهمش دي ميدسان، ماهمش دي بيولوجيست ولا دي سانتيفيك اللي موجودين فيها، راهو قضاة ومحامين. دونك من بعد فما منحى قانوني كان نجم يكون ديترمينون لو كان ياسين كان حاضر مع حد، لكن كيما قلت لك هذا سي دي باسي شبيه، لانه النتيجه وصلنا لها في الاخر صعوبه اكثر، صحيح ما نكذبش عليك معناها صعوبه كبيره برشا، لكن في الاخر الحمد لله انه ربي حب انه اليوم ينصف اللاعب هذا ويسترجع الحق نتاعه والسرعه نتاعه قبل كل شيء. باهي، وين تكمن الصعوبه؟ على شنو اعتمدتوا في الاستئناف باش ما ندخلوش برشا في التفاصيل نتاع الابتدائي؟ كنت حكيت فيها حتى على صفحتك في فيسبوك انت في من مده معناها. بالضبط، ما شوف انك انت تجي في الاستئناف بركة باش تنجم تحكي على التفاصيل نتاع واقعه من غير ما يكون فيها الدوسي موجود في الطور الابتدائي معنا عند اللجنه، مش سهل راهو برانسيب راك تحكي فيه من الاول الشيء هذا. حتى انا في لجنه الاستئناف وقع سؤالنا قالوا لنا راهو الكلام اللي تقولوا فيه هذا الكل وين هو؟ في الطور الابتدائي راه ما عندنا حتى معلومه حتى ورقه حتى وثيقه تشير للتحكيو فيه هذا، فهمت؟ وهذا علاش قلت لك انا الكلام كانت الحكايه صعيبه، لانك يعني الفيرسيون اللي هي ذيك الرياليتي دي شوز تجي تحكي فيها انت من الاول وتحكيها في الاستئناف، اوكي، اما تجي تحكيها في الاستئناف ديريكت. انا سينوانش يقول لك جايب لي حكايه جديده مش صحيح مش مقابله ولا سي نورمال، فهمت؟ بون المهم احنا التركيز كان على انه اول شيء على توقيت الساعه تناول الدواء هذا اللي فيه للتنينول اللي هو كان قبل بنهارين من المباراه، راه ما كانش نهار في الكومبيتيسيون. والليبتامينول موش هيك البرودوي دو بون الهارد كيما اللي بو راهو معناها يبدل لك البيرفورمانس نتاعك بصفه كبيره، ولكن علاش ماهوش ممنوع راهو خارج المسابقه خارج الكومبيتيسيون مش ممنوع.
دونك اثبتنا اول حاجه اللي هو خارج الكومبيتيشن، ثاني حاجه انه اللاعب لن يرتكب اي خطا، ما فماش اون فوت، فما اون نيجليجونس سي سيور ماشي زاده كبيره برشا، فما اهمال لكن مش كبير برشا الاهمال هذا. الحقيقه اللجنه كانت متفاهمه ومشيت معنا في التوجه هذايا، وحتى في حيثيات القرار اعتبرت انه اولا اللاعب ما ارتكبش خطا، وهذا مهم جدا سمعة ياسين اليوم، انه جيك لجنه استئناف تقول لك انت ما ارتكبتش خطا، دونك ما نجموش نخلطوا بين ياسين وبين جوار اخر اللي اخذ لي برودوي دو بون باش يبدل لي بيرفورمانس نتاعو في لي ماتش، دونك سي با ان تريشور تاع اليوم مش هذا واضحين. اثنين مشيت في الاهمال كيف كيف، لكن الاهمال مش وقت اللي خذ الدواء، الاهمال انه بعد ما خذ الدواء حقه علم التدريب نتاعو. معناها حكايه مش كبيره برشا، وهذاك علاش هبطت العقوبه لل سيزا اكثر، بون تنجم تعبط اكثر مالوريزمون في الاستئناف قدام الكاف، معناها 60 يورو انه اليوم الكاف لجنه الاستئناف اللي صعيب ياسر باش تكفر قرارات نتاع لجنه التاديب، وهذا شفناه في برشا قرارات سابقه. اليوم اقتنعت براءة ياسين، واقتنعت انه اللاعب هذا سي بان تريشور ولاعب اي سا. مش انا اليوم باش نجي نحكي على ياسين الخميسي، راهو معناها تعرفوا اسلام الناس الكل تعرف لاعب ديسكري برشا، اخلاق كثيره برشا، لي جين دو في نتاعو ممتازه على الاخر بالحق، معناها من اللاعبين اللي سعدت ان نهار نخدم معاهم، معناها اخلاق وخلق وتربيه وبروفيسيوناليزم. مي لا غالب تصير اهمال، يصير سيرتو في لو بلان بروفيسيونيل ما ترحمش الامور هذه في الباش، صار اهمال، لكن الحمد لله انه اللجنه اليوم في الحيثيات نتاعها وصلت لياسين انه ثم اهمال، لكن لاعب في كل حالات ماهوش لاعب اللي يغش في النشاط الرياضي نتاعو. باش تمشيو للتاس ولا فقط باش تكتفيو بعقوبه 6 اشهر؟ مازلنا باش نخمو فيه الموضوع، ولو انه 6 شهور بصراحه تخليك تخمم انك الاكثر ما تمشيش للتاس، لانه باش تمشي انت للمسكين قدام التاس تاخذ بروسيدور وقت، عندك صيف توا ساعه ثم عطله راهو نوعا ما في التاس في سويسرا بين الفيفا والتاس، دونك باش تعمل استئناف ما صار جلسه ما صار تصريح بالحكم تقريبا 6 شهور وفي ورجع اللاعب يلعب على روحه، معناها ما ثم حتى يوتيليتي بعد في قرار تخفيف عقوبه ولا باش يردوه سورسي مع التسجيل التنفيذ، دونك نخمو في اكثر الموضوع هذا باش نحسبوه وقت اسلام، مش نحسبوه فلوس حاجه وقت، نحسبوه وقت لانه نخلطوا ولا ما نخلطوش قبل ما توفى العقوبه، فما يوتيليتي ولا انا تو هكا كي تكلمني تو نقول لك راهو مبدئيا قرار هكا بسيتو هذه الحاليه بالعقوبه الموجوده فيه معناها كافي وشافي. ومهم جدا في حاجه اخرى اسلام باش نعاودها، راهو القرار نتاع الكاب خرج قرار معلل، معناها بالحيثيات الانسان تخرج جوست كلمتين يقول لك شنو هو قرارنا، معناها خرج قرار معلل، وهذا راهو يخدم مصلحه ياسين لانه اثبت القرار بالحيثيات انه ياسين راهو فقط مجرد اهمال ما بعد تناول الماده هذه اللي هو الدواء لا اكثر ولا اقل. وقتاش توفى العقوبه ان شاء الله؟ 19 نوفمبر يرجع المباريات الرسميه، وقبل بشهر ونص بتبيع من 19 نوفمبر نجم يرجع يتدرب على روحه بصفه رسميه. اخر سؤال سي علي، فما شكون احكى تدخلات خاصه رئيس الجامعه واللجنه الطبيه، فما منه هذا ولا ليه؟ لا لا انا اظن وضحت في البوست اللي هبطته وقتها انه فما لا تدخلات ولا فما حتى حد دخل في الملف. ما ينجم حد يتدخل في نيفو هذا؟ فما حتى حد دخل في الملف، وداير راهي صار جلسه 28 جوان، وتعمدت اني انا حتى حد ما يذكر لفما جلسه 28 جوان، صار جلسه وعن بعد وترافعنا فيها، وكان حاضر ياسين، حاضر انا والاستاذ محمد الرفلاني، واللجنه كانت عن بعد وترافعنا فيه الملف، وحتى حد ما صفع بالموضوع هذا، لانه القضايا عندي انا راهي زي ما تصير ديسكريتمون، راهي ماهوش موضوع الا باش نحكي به في كل شيء في الاعلام. فما امور يلزمنا واحد يكون بروفيسيونيل فيهم، دونك صار جلسه حتى حد ما في باله بها، كان احنا وياسين والاتحاد الافريقي، هذا ياكد لك انه البروسيدور كلها راهي ما خرجتش من الاطار هذايا الضيق. ياسين محامين ياسين والاتحاد الافريقي في موافقه لجنه الاستئناف. واضح. يعطيك الصحه، شكرا لك سي علي على تدخلك معنا.
مرحبا. بالتوفيق ان شاء الله ياسين الخنيسي، ان شاء الله العقوبه هذه تتنحى في ساعه، ما عادش يشتغل برشا غياب على الميادين، ان شاء الله يرجع النشاط قريبا، ويكون في جمعيه باش يواصل مع ترجي والا في جمعيه اخرى، تنكشفوه في الايام القادمه. الاخبار مع سهيله.